السلام عليكم، كنرحب بك. انا مريم من قناه جوف كوازا كاجيغ في يومياتي في التبريد. كنرحب بك في هذا العرض ديال هاد الجلابه هي بيضاء. هادو دي زون بيس مون ديال الكمام وديال الجنايل والقفطان، لتحتي غيكون كحل. دونك هادي هي الرشيمه اللي اختارت السيده صيفطتها ليا، عاودت رسمتها. انا تنطرز دابا في الجلايل. عندي هنا مريمات، عندي 7. انا عزيز عليا الطروفة كاملين نطرزهم بواحد المرة. دونك دوزت البارح 7 د المرمات وهادو 7 التانيين. هادي غير جربت فيها، هادي ما محسوباش. الرشيمة هي هادي، كنت رسمتها جاتني كبيرة، عاودت صغرتها شوية. هي هادي هنا كاتبه غير باش غادي نخدم نخطفة تغربيل ولا الدقه. انا باقي خدامه، ولكن بعد قليل غنوريك اما تتمه الخدمه يا اما الشكل النهائي ديال الجلابه. واخيرا كملت، هذه هي المرمه الاخيره اللي عندي. جلال حين كبار فيهم تقريبا شي كذا 80 سنتيم، 82 سنتيم بالضبط. هما الاخرانيين، المرمه الاخرانيه هي اللي كملت دابا. دونك الملاحظه الاولى هي اللي استغربت ليه انا، ولكن انا حيت كما كتعرفوا انا مبتدئه في التطريز، تقاد لي الخيط. شريت وحده في الابيض 241 هذا ياك، 241 اللي كانت عمرتهم بخيط. كان عندي الخيط، كان عندي شحال ديال الخيوط في البلونكاسي في الابيض عمرت بهم بحال هذا. هذا الابيض 5401، هما تقريبا بيضين بجوج، ولكن هذا شويه دخل عليه شويه الصفوريه بحال بلونكاسي. في الحقيقه ما كفاتنيش هادي، كملت بوحده كانت عندي في التغربيل حين تنستعمل جوج. دونك هادي مره اخرى ردوا البال الا كنتو غتخدموا بنفس الرشمه. الرشمه هادي راه متوفره، راه ماشي من الديزاين ديالي، هادي راه متوفره خديتها من بينتريست ومخدومه نيت بهذه الطريقه. شي حاجه بالخطفه، شي حاجه بالدقه، شي حاجه بتغربيل. وكان اللي خدمها بالمردوخ، الجلابه اللي نقلت منها مخدومه بالمردوخ باليد. وكنتابعو ما تشريوش وحده راه في الشك، تقدر تكفي تقدر ما تكفيش. وهاد الغرازي كاملهم مع مشارجين، انا ما رديتش البال، ما نويتش بان هادي ما تكفينيش. دونك الدقه مشارجيه مزيان بالخيط. تغربيل وكذلك كلهم عامرين. تغربيل كنخدم على جوج مخطفه طعمار، كلشي هادشي هز الخيط بزاف، مع ان الجلابه تبان خفيفه، كتبان غير الكميمات والجلايف. هادشي اللي كاين، والقشطان غير نستوق يعني ماشي فيه حتى الكمام. دونك ردوا البال مره اخرى، انا بعدا غنشري جوج باش ما نتحاشمش. اوغوزمون كان عندي البيض في الدار، ولكن لا كان شي لون اخر ما غاديش يكون عندي. دائما باقا كنشارك معكم التطور ديال الانجاز. الطرز كملته وصلحته، غير في الدار شويه حيت باقي غيتصلح. هذا القفطان دمي سوا نستوق، هو كريب دو سوا بن سودا احسن من دمي سوا في الطرز، ولكن حاولت عليه واستعملت المرمات اللي فيهم ماشي ديال البلاستيك، اللي فيهم ديك الحاشيه ديال الشوك، هما زبونين ما تايخليوش ليها لا خاص، واخا ما تيزيروش مزيان بحال البلاستيك. هادو الكمام غير انا طويهم هكا، هما راه كبارين كي تكون لعطفه. هادو الكميمات، هادو الجلايل وهذا جلال لوراني كبير، هو كما قلت لكم فيه تقريبا شي 82 سنتيم. هذا حمقني، عرفتي ملي صلحتو في الكاميرا راه ما تيبانش مزيان، عرفتي عطا واحد لا بغيونس بالنسبه لهاد الخطفه، كتبان زوينه. هادو هاد كرات الثلج سميتهم انا كرات الثلج، عجبوني بزاف. الدقه تاع هي زوينه، الدقه في الحقيقه ما عنديش فيها شي خبره كبيره، ولكن حاولت انني مهم باسابل. هذا تخيلتو في الهبطه ديال شي جلابه هكا مضوبل ولا في شي قفطان،
شي جلابه يعني ديال الحضور، شي جلابه هماويه ماشي عاديه، تكون مشارجيه كانيت من الفوق حتى لتحت تجي غزاله كتحمق تشهيتها والله. اولا دوك الجليبات اللي نصهم بيض ونصهم كحل يجيو زوينين. دونك الطرزانة كملتو، عطيونا الراي ديالكم، شوفو مزيان وعطيونا الراي ديالكم. انتقادات ديالكم دائما مرحب بها، والملاحظات اي حاجه راه كتنفعني وكتنفع حتى المتابعات اللي كيقراو لي كومونتير. يلا ندوزو دابا غادي نصيفطها للرندا، والشكل النهائي ان شاء الله فاش نكملها راه غادي نشاركو معاكم. الى اللقاء. القفيط ديالي من بعد ما كمل هو هذا، دونك للتذكير مطروز على مستوى السطوط بالطرز الرباطي، الغرازي مختلفين، كاين الدقة، الخطفة، التغربيل، تدوار المرمى، تعمار، مش شكيلات مختلفين، وتا الغراز مختلفين. المونتاج كله داز براندا هكا سامبل من الفوق حتى لتحت، الملاقية في الجناب، افتتاحات بالدريس ديال الجوج وقيلة ولا الواحد رقيق بحال لي بيكو، داك دوك السنينات كيقولوا ليهم السنينات خفافين هكا جاو زوينين. حتى بالنسبة للكول، الكول الا لاحظتوا في السلطو في القياس هكا بغيناه باش يكون. دونك هذا هو الشكل ديال القفيطين. انا غادي نلبس جلابة، نلبسها على القفطان باش تشوفوها الدو بياس، تشوفوها هكا كاملة. ها هي بعد ما لبستها على على القفطان خرجت على هذا الشكل. هذا هو اش غنقول لكم، كاين فرق كبير ما بين اللبسه ديالها على المانكا واللبسه اللي لبساتها مولاتها، حيت قياساتها عندي جاتها فن ما شاء الله، جات معها تبارك الله، الله يحفظها ويخلي ليها صحتها وانتم كاملين جميعا. المانكا رقيقه وجلابه تبارك الله وافيه وداك الشيء وجبليه مخزانيه، ما جاتش زوينه في الحقيقه في الشوفه، ولكن شوفوا الشكل ها نتوما. دونك الجلابه حتى هي مخدومه براندا كلها سامبل بالكحل بالعكس ديال القفطان، الضريس رقيق على قبيب وبفتيحه، الفتيحه كبيره باش يبان طرز القفطان، الملاقيه بملاقيه عاديه ديال الراندا على الكتاف والجناب وكل شيء. هنا ملاقي بالراندا ما بين هاد الثوب الكحل والبيض، هذا اللي مطروز وهذا اللي سامبل. وكذلك بالنسبه للجلاي، بالنسبه للجلاي هي سيره دايره كلها لفت، حتى في الظهر، حتى في الجلاي النورانيين ها هي كلها مطروزه، كلها مطروزه. الابيض والكحل ما كاين ما نقول، غزالين، كيجيو مع جميع الاعمار، كيجيو مع جميع الالوان ديال البشره، و كيجيو مع كيتواتاو حتى مع الذوق ديال بزاف ديال الناس، زوينين بزاف، الكونتراست كبير بزاف في الجلابه، ولكن زوينه زوينه ما شاء الله. بصحة مولاتها، كنتمنى تكونوا قضيتوا معايا فرجه ممتعه في هذا الفيديو. شكرا لكم بزاف على المتابعه، والى اللقاء. كنتمنى نلقاكم في ظروف مزيانه في الفيديوهات المقبله ان شاء الله على قناتكم تيخوازا كاجيغ في يومياتي في التطريز. الى اللقاء. كنعتذر منكم، الجلابه هي ماشي من قطعتين، هي من ثلاث قطع، دونك القطعه الثالثه هي جا عندها الشان ديالها مخدوم على الثوب ديال المسلين في الكحل وفي الابيض، لا فينيسيون ديالو براندا، ها هي الملاقيه براندا بالالوان الكحل والبيض. 好。